بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على جنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق. النهاردة كمان في فرص لأمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري، كمان في فرص لأمطار متوسطة وقد تكون عادية أحياناً على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري ومدن القناة، فرص أمطار تانية متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء ومحافظة البحر الأحمر، وقد تكون غزيرة ورعدية أحياناً على طابة ونويبع ودهب وشرم الشيخ. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي. أهلا بيكي، وطمنينا عن حالة الجو النهاردة من امبارح، وإحنا شايفين أمطار شديدة على عدد من المحافظات، وصل الأمر إلى يعني نزول ثلج، وده هيكمل معانا بقى النهاردة ولا خلاص ممكن يحصل في تحسن في الأحوال الجوية؟ لا بالفعل، يمكن احنا من مساء امس بدانا نشهد بعض التقلبات الجويه، لان احنا بدانا نتاثر بوجود كتل هوائيه قادمه من جنوب اوروبا مع منخفض جوي موجود على سطح البحر المتوسط، منخفض كمان موجود في طبقات الجو العليا، وبدات من فتره المساء كتل امطار بشكل كبير على السواحل الشماليه الغربيه، مناطق متفرقه من شمال الوجه البحري، كمان بعض المحافظات من جنوب الوجه البحري زي المنوفيه وبعض مناطق من القليوبيه وبعض مناطق من الاسماعيليه، وكانت امطار متفاوته في الشده، وبالفعل تساقط معها حبات البرد مع كمان انخفاض في درجات الحراره فتره المساء. متوقع اليوم يكون ذروه التقلبات الجويه وذروه حاله عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، لان احنا اليوم هيبقى في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره عن الامس بحوالي 8 درجات، توقع اليوم العظمى على القاهرة الكبرى تكون 20 درجة مئوية، رجعنا تاني للأجواء الشتوية المعتدلة فترة النهار، خاصة مع وجود السحب اللي هتبقى موجودة بشكل كبير هتحجب جزء من أشعة الشمس، وجود نشاط للرياح كمان اليوم سرعته ما بين 30 إلى 40 كيلومتر على الساعة، هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة والأجواء المعتدلة على شمال البلاد، دافية على جنوب البلاد، ده هيكون خلال فترات النهار. خلال فترات الليل ايضا هيكون في انخفاض في درجات الحراره الصغرى فتره الليل ما بين 12 ل 13 درجه مئويه، واجواء ما بين بارده الى شديده البروده. طب دكتور وضح لنا التفاوت الغريب في درجات الحراره، يعني بين الارتفاع في درجات الحراره وانخفاض فجاه وامطار، يعني ده يعني تشرح لنا ده ازاي او توصف لنا ده ازاي، ايه شكل حاله الطقس اللي احنا بنمر بيها بقالنا كذا يوم، وهل مكمله معانا ولا لا؟ احنا بالفعل يعني في الفتره دي من السنه دايما بيبقى في تقلبات جويه وخاصه في درجات الحراره، بالامس خلال فتره النهار كنا بنتاثر بكتل هوائيه جنوبيه قادمه من الصحراء الغربيه، وكان معاها طبعا ارتفاع في درجات الحراره، ان كتل الهوائيه الصحراويه بتبقى مرتفعه في درجات حرارتها، وكان في كمان نشاط رياح مثير للرمال الاتربه. مع تحول الكتل الهوائيه من الجنوبيه الى الشماليه القادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، بدات الاتربه تهدأ من على اغلب المحافظات، وبدانا نحس بانخفاض درجات الحراره، ومتوقع اليوم ان الكتل الهوائيه تكون قادمه من جنوب اوروبا، فده هيؤدي لانخفاض درجات الحراره، بالاضافه كمان فرص الامطار طبعا مع منخفض الجو الموجود في طبقات الجو العليا، فرص الامطار اليوم هتبقى بشكل كبير وملحوظ في اغلب محافظات. طيب الامطار اللي احنا هنشوفها النهارده وشايفينها من امبارح تقريبا، هل هتاثر على حياتنا اليوميه ولا ممكن يعني نتجاوزها عادي؟ هو طبعا كميات الامطار اللي هتبقى موجوده بشكل كبير هتبقى في السواحل الشماليه الشرقيه وسيناء ومحافظه البحر الاحمر، وهي امطار ما بين المتوسط والغزير والرعد، واحيانا ممكن كمان يتساقط معها حبات البرد نتيجه الطبيعه الجبليه والجغرافيه، وسيناء في سيناء ومحافظه البحر الاحمر ممكن بعض السيول تتشكل في المناطق ده في المناطق دي، فممكن تاثر على اعمال الانشطه اليوميه. طبعا الامطار كمان هتبقى امطار ما بين المتوسط والرعد على مطروح او السواحل الشماليه الغربيه وشمال الوجه البحري مدن القناه شمال ووسط الصعيد، فده ممكن برضه ياثر على بعض الاعمال الانشطه اليوميه، لان كميه الامطار هتبقى موجوده بشكل كبير اليوم. الامطار اللي هتبقى موجوده في القاهره الكبرى ومحافظات جنوب الوجه البحري امطار خفيفه ممكن تكون متوسطه في بعض الاماكن، فان شاء الله الامطار في القاهره ما تاثرش بشكل كبير على اعمال الانشطه اليوميه. نشاط الرياح هيخلينا نحس اكثر بانخفاض درجات الحراره، ممكن مع السحب الرعديه يكون في اتربه ورمال مثاره، لان هيبقى مصاحب للسحب الرعديه نشاط للرياح. اليوم احنا بنقول ذروه التقلبات،
مهم جدا ناخد بالنا من القياده على اغلب الطرق بسبب الامطار اللي هتبقى موجوده بشكل متفاوت على الطرق. مهم جدا ما نغيرش نوعيه الملابس فترات الليل، نحافظ على ارتداء الملابس الشتويه اثناء سقوط الامطار في المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار المتوسط والغزير. نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اشعه الكهرباء، الواح الاعلانات المعدنيه الموجوده في الشوارع، المباني المتهالكه. واحنا خارجين النهارده مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه يفضل ارتداء الكمامات، وان شاء الله من غدا يكون في تحسن في الاحوال الجويه، هيستمر معانا انخفاض درجات الحراره لكن كميات الامطار هتقل بشكل كبير وتنحصر فقط في السواحل الشماليه الشرقيه وشمال الوجه البحري امطار ما بين الخفيفه المتوسطه، لكن الفتره دي من السنه هتفضل فيها تقلبات جويه بين ارتفاع وانخفاض. يعني غدا الانخفاض ان شاء الله واستمرار الانخفاض مع يوم الخميس يكون في ارتفاع طفيف في الحراره، فاحنا في فتره تقلبات جويه ناخد بالنا لازم نتابع مصر الجويه بسرعه يوميا. بشكرك في النهايه، شكرا جزيلا للدكتوره منى الغانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها بالقاهره العظمى فيها 20 والصغرى 12. العاصمة الإدارية العظمى فيها 20 والصغرى 11. اسكندرية 18 12. العلمين الجديدة 17 13. مطروح 18 12. دمياط 20 13. بورسعيد 19 13. الإسماعيلية 21 12. السويس العظمى فيها 21 والصغرى 12. العريش 22 11. كاترين 17 7. طابة 22 15. حلايب 23 15. شلاتين 23 14. شرم الشيخ 23 16. الغردقة 24 16. الفيوم العظمى فيها 23 والصغرى 11. بني سويف 22 12. الوادي الجديد 31 12. أسيوط 23 12. سوهاج 30 14. قنا 30 14. الأقصر 30 14. وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 14. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية في انخفاض في درجات الحرارة. الصبح ممكن يبقى دافي في بعض المناطق، لكن بالليل على كافة الأنحاء في انخفاض في درجات الحرارة. ما نخففش ملابسنا بالنهار أو حتى بالليل علشان التقلبات الجوية اللي احنا بنتعرض لها، في أمطار ممكن تبقى من خفيفة المتوسطة لرعدية، وكمان في يعني رياح مثيرة للرمال والأتربة، نخلي بالنا. ومرض الحساسية يا ريت لو مش هيخرجوا من البيت يعني يلبسوا كمامات عشان يحافظوا على صحتهم وسلامتهم. مره ثانيه مصطفى ومنى نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك.